السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل المتابعين الكرام، الناس اللي متعرفنيش. أنا دكتور إسلام فراج، دكتور صيدلي، ودي قناتكم داء ودواء، بتهتم بتقديم محتوى خاص بالتغذية والمكملات وكمان الصحة العامة والأدوية والأمراض وده كله. وإن شاء الله بإذن الله الحلقة دي مهمة جدا، وهي عن أهمية أو فيتامين د بشكل عام في حياتنا. طبعا احنا عارفين فيتامين د من ضمن الفيتامينات المهمة واللي ناس كتير بتهملها، وزي ما بيطلق عليه الفيتامين الخاص بأشعة الشمس، وأنا هشرح موضوع الفيتامين الخاص بأشعة الشمس ده. لكن في الأول هنقول إيه هي وظيفة فيتامين د. فيتامين د من ضمن الوظائف المهمة اللي بيقوم أو ليه دور فيها داخل الجسم هو أنه بيعزز امتصاص المعادن داخل الجسم، وكمان بيساعد على عملية امتصاصها جوه الأمعاء. يعني المعادن المهمة اللي فيتامين د بيساعد على امتصاصها هي الكالسيوم والفسفور، ودي تعتبر الأهمية الرئيسية لفيتامين د. وطبعا احنا كل الأشكال الدوائية اللي موجودة خارجيا يعني في الصيدلية مش في الأكل، دايما فيتامين د بيبقى موجود معاه عنصر الكالسيوم. بعد كده نخش على أهم مصادر فيتامين د. بصوا، في الأول وفي الآخر احنا كلنا بنواجه نقص كبير من فيتامين د، كل الناس بتواجه نقص من فيتامين د. أكتر ناس بتواجه نقص من فيتامين د هم الناس اللي بيقتربوا من القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، لأن التعرض للشمس في الوقت ده بيبقى يعني صعب أو ضعيف، أو الناس اللي بتحب تنام بالنهار وتسهر بالليل، أو الناس اللي شغلها كده، دي أكتر ناس بتعرض، أو الناس اللي عندها سوء هضم، دي أكتر ناس بتعرض لنقص فيتامين د. لكن فيتامين د احنا ممكن نحصل عليه من مصادر متعددة، ومن أهم المصادر اللي موجودة حاليا الأكل أو المكملات. ممكن نشتري مكمل من صيدلية أو ممكن ناكل. طب إيه أكتر الأكلات اللي موجود فيها فيتامين د؟ البيض والصفار، البيض بالذات والكبدة، وممكن الحبوب، دي من ضمن أكتر الحاجات اللي بتحتوي على فيتامين د. بعد كده نخش على أهمية قصدي الاستهلاك اليومي أو الموصى أو الجرعة الموصى بها لفيتامين د بالنسبه للشخص العادي. بالنسبه للشخص العادي اهم حاجه ان هو يحصل على من 400 ل 600 وحده دوليه في اليوم. طبعا قياس كميه الفيتامين بتبقى بالوحده الدوليه، لان هو كميات قليله خالص، وانا هشرح لكم اصلا فيتامين د بالتفصيل، يعني معلومات عامه حواليه وبيفرز منين والكلام ده وبيتم تصنيعه ازاي والكلام ده كله. لكن انا بتكلم في النقط الرئيسيه والمهمه الخاصه بفيتامين د. طيب ايه هي اسباب نقص فيتامين د؟ الاسباب الرئيسيه في نقص فيتامين د: رقم 1 عدم التعرض للشمس، رقم 2 امراض سوء التغذيه اللي بتاثر بشكل كبير على هضم او امتصاص المعادن او المينرالز اللي موجوده في الجهاز الهضمي. تمام. طيب ايه هي الاعراض اللي بتظهر عليا وممكن احس ان فعلا انا عندي نقص فيتامين د؟ وبالفعل انت اكيد عندك نقص فيتامين د. انت اول حاجه التعب العام، رقم 2 بتحس ان انت تعبان مش قادر مجهد، النفسيه مش مظبوطه، وتحس ان انت مش يعني بالك مش رايق ومهزوز دايما، وطبعا بيسبب امراض كتير خصوصا اللي بيظهر عندهم نقص فيتامين د في سن مبكره، زي امراض المناعه الذاتيه زي التصلب المتعدد، او ممكن امراض هشاشه العظام، ودي بتظهر بشكل كبير عند الاطفال. طيب ازاي نعالج المشكله دي بشكل اساسي؟ لو انا كده ممكن اخد فيتامين د من الصيدليه، اشتري من الصيدليه، ممكن اخد فيتامين د من الاكل زي ما قلت، لكن يفضل ان انا اخده كجرعه دوائيه من الصيدليه، وهو موجود في اشكال كتير. ممكن ناخد الحقن في الوريد، او ممكن بتتاخد اعتقد كل 6 شهور، او ممكن ناخد راس، واشهر انواع هو النوع من شركه ايفا، اسيب لكم الصوره بتاعته هنا، وهو اسمه اوستيوفرول، وده مهم جدا، ممكن نجيبه وناخد قرص منه يوميا بعد الاكل. طبعا فيتامين د مهم جدا بما ان احنا في شهر رمضان، احنا لازم ناخد الكميه المظبوطه من فيتامين د في شهر رمضان. ليه؟ لان احنا في شهر رمضان نومنا بيبقى بالنهار وبنسهر، وعشان بس مش نضحك على بعض، يعني معظم الناس بتعمل كده، الناس بتنام بالنهار وتصحى بالليل، احنا بنتسحر ونفضل سهرين ومش عارفين، والتعرض للشمس بيبقى قليل، والناس اللي بتلبس عبايات والكلام ده كله بيأثر. طيب يبقى احنا اهم حاجه في شهر رمضان ان احنا ناخد فيتامين د، اما من الاكل يا اما من الصيدلات نجيبه. طيب فيتامين د والتخسيس. فيتامين د بشكل كبير يا جماعه بيساعد على التخسيس، لانه مهم جدا جدا زي ما قلت في تعزيز عمليات الامتصاص الخاصه بالمعادن زي الكالسيوم والفوسفور. والكالسيوم والفوسفور ومعادن مهمه جدا جدا، وبتخش في تكوين
او اكتمال العديد من العمليات الحيويه اللي بتتم داخل جسم الانسان، ومن اهمها عمليه التمثيل الغذائي او حرق او الايض زي ما بتسموها. ففيتامين د مهم جدا جدا، وبرضه عايز افهمكم ان فيتامين د كل الناس اللي عندها سمنه بتعاني من نقص فيتامين د، لان نسبه الكوليسترول بتزيد، وكل ما نسبه الكوليسترول بتزيد ده بيأثر بشكل كبير على معدل تكوين الفيتامينات في الجسم، ومن اهمها فيتامين د. طيب ايه هو فيتامين د وبيجي منين؟ فيتامين د مش فيتامين او فيتامين بالاسم اللي اسمه فيتامين، لا هو يشتق من ضمن عائله الستيرويدز او الكورتيكوستيرويدز، ودي مجموعه من الاستيرويدات اللي بتفرز من الجسم، والجسم يفرزها بشكل طبيعي من الغده الفوق قذريه، وهي مجموعه متنوعه من الكورتيكوستيرويدز، مجموعه متنوعه من الاستيرويدات. والاستيرويدات دي مهمتها الاساسيه ان هي تحفظ توازن المعادن في الجسم، ومن ضمن المهمه العظيمه لفيتامين د او الفيتامين السحري ان هو بيساعد ان الجسم او الانسان يحس بصحه جيده وبمود كويس. طيب فيتامين د ليه تسمى بفيتامين اشعه الشمس او كده؟ لان احنا لما نتعرض للاشعه الفوق بنفسجيه بره في وقت معين من بعد الساعه 8:30 لحد الساعه 4 العصر، ده بيساعد الجسم ان هو يصنع مادة فيتامين د داخليا، وده طبعا بيتم بعملية حيوية معقدة انا مش هخش في تفاصيلها لان هي مش مهمة بالنسبة للناس الناس اللي مش مهتمة بمجال الطب قوي لكن مهتمة بالصحة. يبقى احنا النصيحة ان احنا ناخد فيتامين د مكمل او من الاكل، او ممكن ناخد فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس. عشان كده في امريكا او في اوروبا كتير من الـ من الـ من المصانع الخاصه بتصنيع منتجات الالبان بتضيف فيتامين د جوه منتجاتها، لان الفيتامين د زي ما قلت بيساعد على امتصاص الكالسيوم. برضو الحاجات المهمه او اللي لازم ناخد بالها ان مريض او الناس اللي بتعرض للضغط العالي ده بيبقى عندهم نقص فيتامين د، لانه مهم جدا جدا، لان زي ما قلت ان الكالسيوم في حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكر، ويعني تفاصيل خاصه بالكالسيوم بالذات لو دخلنا فيها هنلاقي ان هو مسؤول عن العديد من العمليات الحيويه. فعلشان خاطر كده فيتامين د مهم. فيديو مش طويل، يا ريت يكون ممتع والناس كلها تكون مبسوطه. انا عامل الفيديو ده وانا صايم، انا كل فيديوهاتي الفتره دي بعملها وانا صايم. ان شاء الله استنوني في حلقه جديده من قناتكم داء ودواء، ويا ريت كل الناس تعمل سبسكرايب وتشير ولايك، ورمضان كريم. وما انساش حاجه برضو، كل الناس يا جماعه تقعد في البيت، stay at home، تحافظ على الكمامات والكلام ده كله، وان شاء الله يعني الازمه دي تعدي على خير والامور ترجع وتستقر تاني. اشوفكم على خير.